هذا وقد عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد الزيارة التي التقى خلالها مع أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية حفظه الله ورعاه.